أهلا بحضراتكم مشاهدينا لفقرة الصحافة اليومية، ووصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة اللي هنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية. بشرفنا فيها الكاتبة الصحفية الأستاذة شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. صباح الخير ومنورانا أستاذة شيماء. دانوكم وصباح الفل. أهلا بحضرتك. أهلا بك. هننتقل سريعا لاستعراض أبرز العناوين وما صدر في الصحف، ونرجع مرة تانية نناقشها مع حضرتك. فطل. خلينا نبدأ هذه الجولة من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطوير البحيرات المصرية. مع هذا العنوان من جريدة الوطن، الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتطوير البحيرات للاستفادة من الثروة السمكية وتوفير فرص عمل. عنوان آخر حول هذا الموضوع من جريدة اليوم السابع، توجيهات رئاسية بالاستمرار في تطوير جميع بحيرات مصر. الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي وخمسة مسؤولين جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في البحيرات والبرامج والمشروعات التنموية. أستاذة شيماء، حضرتك بتشوفي إزاي هذا الاهتمام المتنامي بتعظيم الاستفادة من كل موارد الدولة المصرية، لا سيما طبعا البحيرات اللي بنتحدث عنها، وإزاي هذا الأمر بيساهم في تحسين حياة المواطن وتوفير مناخ جاذب للاستثمار؟ هو أنا بتعامل مع التوجيهات الرئاسية باعتبارها باعتبارها شارة البدء. أول ما بتصدر التوجيهات الرئاسية في ملف ما، فدي شارة البدء لتغيير هذا الملف. البحيرات هي زي ما حضرتك أشرت، هي ثروة مصرية طالها بعض التعديات على مدار السنوات السابقة، مساحة كبيرة وضخمة للاستثمار. والاستثمار هنا مش معناه جذب المستثمرين فقط أو فرص العمل، الاستثمار هو إقامة مجتمع كامل. أولا بإزالة التعديات، إذا إعلاء القانون ودولة القانون وحماية هذه البحيرات، لأن في عدد 6 بحيرات أعتقد على مستوى مصر من 14 بحيرة هم ليهم قوانين خاصة، سواء كانوا محميات طبيعية أو ليهم اهتمام أو ذو أهمية دولية مختلفة. فإعلاء القانون بإزالة التعديات وحماية هذه المسطحات المائية ده دور أصيل للدولة، ثم يستتبع الأمر بقى إقامة مجتمع عمراني، إقامة مشروعات، الجانب السياحي اللي ممكن ينشأ حوالين هذه البحيرات والمجتمعات أو المنتجعات السياحية، فرص العمل، استثمار على رقعة واسعة وعلى مساحة واسعة، وهيستفيد منه كل المصريين، وحتى إيجاد بيئة نظيفة. يعني مجرد أن هو إزالة التلوث ده بيأثر على صحة المواطنين والكائنات الحية، من اعتبارا من مؤتمر المناخ المنعقد العام الماضي ولحد النهاردة، كل المشروعات اللي أقامتها الدولة أو رعيتها الدولة وكل التوجيهات الرئاسية تبدأ وتنتهي بالاهتمام بالبيئة، الالتزام بالأكواد والمعايير البيئية،
الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الحياة الصحية والسليمة للمواطنين، فده أساس في كل المشروعات اللي الدولة بترعاها. وهو احنا لو مدينا الخط على استقامته سنجد زي ما وضحت لحضرتك ان التوجيهات الرئاسية واخدة كل منطقة في مصر وكل مساحة في مصر بالنظام، يعني بطريقة عمل أفقي ورأسي. هو الآن يستهدف البحيرات، هذه البحيرات تقع في عدد من المحافظات، سيطلها أيضا تنمية واهتمام آخر غير اللي طلع قبل كده أو غير اللي حصل قبل كده. صحيح، والمناطق المحيطة مراعاة المكون البيئي، والنقطة اللي حضرتك أشرت ليها برضو الحرص على وجود أطر تشريعية. خلينا ننتقل مع حضرتك للملف الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونقرأ من جريدة اليوم السابع عنوان إسرائيل إرهابية، مجزرة بشعة جديدة للصهاينة في مخيم المغازي وسط غزة. عنوان آخر من جريدة الأخبار تفاصيل دموية لاستهداف مخيمات غزة، الأهالي الصواريخ سلبت الأطفال أرواحهم، والجرحى يعانون من نقص الأطباء، والشهداء تحت الركام. ما زلنا مع جريدة الأخبار أيضا، وعنوان الأسلحة الأمريكية تفتك بأهالي غزة العزل، العدوان يشن 50 غارة وسط القطاع بالقذائف الفسفورية وقنابل الدخان. مع استمرار العدوان وتنفيذه لسياسة الأرض المحروقة، إزاي ممكن منع المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين؟ واللي أكدت مصر على رفضه بشكل حاسم وفي كل المحافل الدولية. إحنا قدام انقسام في العالم كله حول هذه القضية. 75 سنة من القضية الفلسطينية و80 يوم من الإبادة. العالم منقسم. قادة دول يتحدثون بلغة فيها دعم أو صمت عن المجزرة اللي بتقيمها دولة الاعتلال أو الاحتلال وكلاهما سواء، وشعوب يعني الحمد لله الشعوب منفصلة عن القادة في دول العالم، الشعوب منفصلة عن القادة، الشعوب تتحدث بلغة الفلسطينيين، بلغة أهل الأرض، بلغة الإنسانية، بلغة الإنسانية. وهي هذه لغة تنحاز للعربية وتنحاز للفلسطينيين أهل الأرض وأصحاب الحق الأصيل. مش ببالغ لما بقول ان الدولة الوحيدة اللي يتسق فيها موقف القيادة مع الفعل كما قلتي موقف القيادة السياسية مع موقف الشعب هي مصر. الشعب يقف جنب أشقائه، والقيادة المصرية تتحدث بلسان الشعب وبلسان حالها وتتحدث بالمواقف وبالأفعال. أمام هذا الانقسام على قادة العالم، سواء بقى العالم العربي أو العالم الغربي أو الأمريكتين أو أيا ما كان من المسميات، إن هم يتذكروا التاريخ. التاريخ سيبيد هؤلاء من الذاكرة، لأنهم قادة دمار، قادة خراب. المجتمع الإسرائيلي نفسه أو دولة الاحتلال تعاني من الداخل الانشقاق أيضا، هم رافضين هذا الوضع لأنه هو جزء من الدمار. احنا بنشوف الفيديوهات وبنشوف الموجود على السوشيال ميديا اعترافات جنود إسرائيليين بمهزلة، وافتخارهم بما يتم من بعضهم يفتخر وبعضهم يبكي، لأنه في النهاية هو مروع وهو أيضا سيقتل وهو أيضا سيدفع ثمن ما تدفعه إليه دولته. إحنا أمام أصحاب الأرض، أصحاب الأرض هؤلاء الأطفال اللي بيدفعوا الثمن، المواطنين. إحنا مش قدام يوم ولا اتنين، مش قدام حرب قليلة المدى وقليلة الأثار. إحنا أمام تدمير كامل للشعب، تدمير لهوية لن يسفلح ولن يحدث مهما طال أمد الحرب، ولن يحدث. لكن لا يجب أن يتحدث العالم لغة العقل، ولا أحد آمن، حتى من لا يحمل السلاح أيضا هو غير آمن، حتى طالب العلم غير آمن. وهو ده اللي موجود في الجريدة الأخرى مع العنوان من جريدة الوطن، هذا العنوان هو طلاب غزة حاضر مؤلم ومستقبل مجهول تحت جحيم الاحتلال. عنوان آخر من نفس الجريدة وهو ركام وأكفان ولافتات بدلا من الطبل والزينة، شمس الميلاد تغيب عن بيت لحم. بتتابع حضرتك هذه المشاهد الإنسانية الصعبة جدا والحزينة، خصوصا في فترة قدوم الاحتفالات اللي ملهاش أي طعم ربما بالتأكيد في فلسطين وحتى في باقي دول العالم، مع كل المتأثرين بكل هذه المشاهد الصعبة والمؤلمة. هو لا وجود للاحتفالات في العالم كله. العالم الحقيقي والمجتمعات الحقيقية هي التي غادرت الاحتفال، أو على الأقل غادرت مظاهر الاحتفال. الاحتفالات يعني احنا ما نقدرش نمنعها، لكن على الأقل الجميع يشعر بألم.
لكن لما بنتحدث عما تفقده فلسطين الآن، هي مش بتفقد المدارس ولا الطلاب، هي بتفقد الروح، بتفقد الحياة، بتفقد أقل المقاومات البقاء. فإحنا لن نتحدث عن طلاب علم ولن نتحدث عن مؤسسات إذا كان الاحتلال بيستهدف المدارس والجامعات والكنائس والمساجد، بيستهدفها بالقذائف، حتى خطوط المياه يعني فهو بيستهدفهم، بيستهدف الأطفال، هو التارجت بتاعه الأطفال، هو مجرم حرب. ليه؟ لأنه لا يقاتل في معركة شرعية، ولا يقاتل رجل، ولا يقاتل جندي، ولا يقاتل من يحمل السلاح، هو بيقاتل في العذر وفي الأطفال وفي النساء. والدليل على دوت حجم الشهداء، الشهداء والضحايا من المصابين من بداية العملية الأخيرة اللي استمرت 80 يوم مفزع. صحيح. على مستوى الأطفال من نصفهم على الأقل أطفال. مين يقول ده؟ في يوم من الأيام وجوه الأطفال ديت يعني ستمثل بالنسبة لهم أفظع كابوس، وإن شاء الله القصاص قادم، وإن شاء الله هيدفعوا ثمن هذا عن قريب جدا 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 بإذن الله. أستاذة شيماء، خلينا نروح يعني مع حضرتك نستكمل أيضا الملف الفلسطيني، ومن جريدة الدستور وعنوان 790 شابا من أبناء سيناء يعملون على مدار الساعة لإغاثة أهل غزة. إزاي بتقرأي الجهود والدور المصرية، الدور المصري واللي بيسير في مسارات مختلفة وعلى مختلف الأصعدة لدعم الأشقاء في فلسطين؟ والله الدور المصري زي ما وضحت لحضرتك أنه ممتد، ولو تحدثنا، لو فتحنا كتب التاريخ يعني هنسمع كتير، ولو فتحنا الشاشات ولو استمعنا لما يقول الفلسطينيين أنفسهم هنسمع وهنشوف حاجات يعني ممكن حد البكاء من اعتزازهم وفخرهم بما يحدث معهم على أرض مصر. أنا كنت في زيارة قريبا للأطفال الفلسطينيين بيعالجوا في مصر، وسمعت منهم وسمعت من أسرهم حاجات يعني تقول إحنا فين، وتقول إن إحنا يعني الحمد لله العروبة والقومية والإحساس بالأشقاء والقول والفعل سابق كل شيء. لفت نظري إن الأطفال اللي بيعالجوا في مصر بيتم توفير لهم الجزء اللي كنا بنتحدث عنه، الكتب والحاجات اللي ممكن يكونوا محتاجينها في الدراسة، حتى لو ما فيش دراسة لكن هم لازم يكونوا حريصين على ان يبقى في قراءة ويبقى في استذكار وما يبقوش منفصلين عن العالم. في اهتمام بنفسيتهم، في اهتمام بانه انتوا في بلدكم التاني، ده جزء من كثير يحدث. استقبال المصابين وإغاثتهم في مصر جزء قليل جدا. المساعدات اللي لم يغلق معبر رفح أو لم يفتح معبر رفح إلا من أجلها، خلينا نصحح العبارة، معبر رفح لم يفتح في الأساس إلا لإدخال المساعدات، ومطار العريش شاهد على ما يحدث، ومعبر رفح شاهد على ما يحدث. أما المواقف السياسية فيعني إحنا نراها ونرى نتاجها أيضا، ونرى استمرار وذكرها أكتر من كده في إحراج بالغ، إحراج بالغ، وبأكد على العبارة، لدول للأسف عربية ودول أجنبية لم تتخذ حتى عناء الرفض. صحيح. أستاذة شيماء أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى تحليلك ورؤيتك لهذه الأخبار والموضوعات. الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحليل التنفيذي لجريدة الوطن، نورتينا في هذا الصباح. ألف شكر لحضرتك، نورتينا. شكرا يا فندم. طبعا تحياتي ليك يا يارا، لأن احنا كده وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح، وتحياتي وشكري طبعا للمشاهد الكريم على حسن المتابعة. ويمكن احنا بننهي مع هذا الملف، ودايما بنقول ان هو دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، ولو بعد حين هتتغير الأوضاع وهيرجع الحق لأصحابه. كل شكر لحضراتكم على حسن المتابعة، يعني ان شاء الله باقي يوم سعيد على حضراتكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم غدا من جديد في هذا الصباح.